بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالدعاه الاسلامي فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم. مرحبا بكم يا بني. كنت اعددت في ذهني مقدمه وخطبه عصماء لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ولكن يعني من المفارقات الغريبه ان يكون الكلام صنعتي ولا اجد ما اصدر بهذه الحلقه في خلقي وخلق الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا امر طبيعي، أنا كل محب لرسول الله وكل مسلم حتى العاصي من المسلمين يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. هذا أمر طبيعي. يعني نرجو المعذرة من المشاهدين أننا لم نوفي حقه في الكلام، فقد عقد لساني عن الكلام في تضعيف هذه الحلقة التي خصصت لموت النبي ووفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن فضيلة الشيخ، كما وعدنا المشاهدين في حلقة الأمس، هنالك بعض النقاط نود أن نستكملها مع فضيلتكم في صدر هذه الحلقة في علامة الساعة. هل تأذننا قبل أن ندلف إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنالك بعض الأسئلة التي طرحناها على فضيلتكم نجملها فيما يلي. هل من مات قبل أن يدرك علامات الساعة الصغرى أفضل ممن أدركها؟ هل من يدرك علامات الساعة الصغرى تعتبر بمثابة كفارة للذنوب أو عقوبة لسيئات فعلها؟ هي كفارة أم يعني جزاء أم ثواب أم عقاب أم ماذا؟ وأين المهد المنتظر بعد هذا التجوال والتطواف مع فضيلتكم؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نحن قلنا إن الإنسان إذا مات قامت قيامته، فتنهي المسألة كلها. فالذي مات من قبل لن يرى هذه العلامات الكبرى، وهذه يعني هذا زمن الفتن، يعني ظهور العلامات، ظهور علامات الساعة الكبرى، هذا زمن الفتن الذي كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. كان يستعيذ منه، يستعيذ يعني اللهم إني أعوذ بك من فتنة مضلة. فهذه من الفتن، من الابتلاءات التي قد لا يتحملها إنسان عادي. فالذي أكرمه الله عز وجل وتوفي من قبل، خلاص المسألة منتهية بالنسبة له، لن يرى هذا. ليس بها يعني ليس معنى هذا أنه أفضل ممن عاش، لأن هذا قدر الله الغالب. هذا هو التساؤل، يعني هذا قدر الله الغالب أن أعيش في الفتنة. ومن أدركها له ومن أدرك سيئات له حسنات. لا لا لا، أكيد من أدركها وصبر فلا بد أنها، لأنه ابتلاء شديد. يتخيل أنت أناس لا طعام ولا شراب ولا محلات ولا أرض تنبت زرع، ولا ضروع فيها لبن، ولا 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 نخيل فوقها تمر، ولا أشجار فوقها ثمار، والناس في جهد جهيد، ويأتي هذا الرجل ليقول أنا معي الطعام فلتؤمن بي وأعطيك. هذه فتنة. فمن صبر، يعني هذه طبعا أكيد في ميزان حسنات، لكنها صعبة. يعني قالوا يا ابن الخطاب، رجل لم تعرض له الفتن وعبد الله، ورجل عرضت له الفتن وعبد الله، قال الثاني من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يا سلام، شوف الإجابة العجيبة بتاع سيدنا عمر. ده امتحن الله، لأن ربنا يمحص بعض العباد بالامتحانات. نعم. فليس معنى هذا أن من مات أفضل حالة من عاش. لا بالعكس. ولكن فضيلتكم علمتمونا في حلقات سابقة أنه بظهور أول علامة من علامات الكبرى
رفعت الأقلام وجفت الصحف، لا ثوب ولا عقاب ولا لا توبة. لا لا مش لا ثوب ولا عقاب، لا توبة. لا توبة. لكن المستمر على 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 الاستقامة ثوابه محفوظ عند الله لا يضيع. يأخذ حسنات. طبعاً. يعني القلم يكتب حسناته أيضاً يعني. ما هذا شوف إن من ثمرات الحسنة والطاعة الطاعة بعدها. من ثمرات الحسنة والطاعة. الطاعة بعدها. يا سلام. يعني أنت تزرع شجرة الطاعة تثمر إيه طاعات. صحيح. والطاعات تثمر إيه حسنات. صحيح. وهكذا. والعياذ بالله من 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 بؤس وشؤم المعصية. نعم. أنها تثمر معاصي وسيئات. لا ينقطع الثواب. يعني محنة شديدة من يصبر فيها ما شاء الله يثاب. له الثواب الممتحن والمبتلى وكلنا ممتحن. الله أكبر. اللهم ثبتنا في الدين يا رب العالمين. يا رب العالمين. في بس نقطة صغيرة ذكرناها بالأمس وربما عبرت في سرعة الإيقاع الحوار أحيانا نسرع. نعم. أنت قلت إن, إن 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 يعني سألتني في قضية عمر أهل الجنة وسوف نأتي لتفصيلا. نعم. فقلنا في عمر سيدنا عيسى 33 عاما. نعم. تمام. نعم. فأنت قلت الصغار والكبار. لا الصغار هؤلاء لهم قطاع خاص في الجنة. قطاع خاص. قطاع خاص يعني آه. نعم. يعني يعني ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هؤلاء خدم الجنة. نعم. أو مش خدم يعني وما فيها دني. يعني فهنأتي تفصيلا بس يعني لتصحيحا لما قد يخطر ببال الإخوة المشاهدين والمشاهدات وليعذروننا في أننا قد لا نكمل نقطة معينة أو قد نعبر نقطة معينة أو قد نسرع أو قد نبطئ. ينتظرون إلى إن شاء الله آخر البرنامج يعني آخر الحلقات إن شاء الله. إن شاء الله يعني دعائهم لنا سوف يرون خيرا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. المهدي المنتظر أين هو من علامات الساعة؟ المهدي المنتظر يؤكد كثير أو بعض من العلماء أنه علامة من علامات الساعة الكبرى. وأنا عندما لم أجد في تحقيقي للمهدي المنتظر أنه لا في البخاري ولا مسلم فتوقفت، ليس إنكارا ولكن يعني قلبي لا يستريح لأن هذا أمر خطير لو كان بهذا المنطق لا ذكره الإمام البخاري ولا مسلم فتوقفت. لا ذكر له مطلقا. لا, 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 لا توقفت الحقيقة. يعني ليس هذا إنكار. أين جاء في فكرنا هذا؟ لا هو موجود في بعض الأحاديث التي حققها البعض ولكن أنا وقف كما اشترطنا مع الإخوة. فيعني نحن نعرض ما يعني ما حققناه ومن رأى غيرنا فله ما رأى ولنا ما رأينا لأن هذه أشياء ليست معلومة من الدين بالضرورة. يعني من أنكرها فليس بمنكر شيء كبير يعني. ولكن العلامات يعني فضلاتكم اعتمدتم على أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام الصحيحة. الصحيحة. نعم. هو لا ينطوي في حديث من هذه الأحاديث. لا هو في أحاديث تخص المهدي المنتظر ولكن أنا باستقرائي وبتلمذتي على يدي علماء الحديث ما استراح قلبي. لا تفتح هذا الحديث. لا هذا ليس إلا فمن رأى غيرنا فأنا أجل رأي المخالف قبل أن أجل رأي الموافق. بارك الله فيكم إن شاء الله. هو كان المفروض ماذا سيصنع المهدي المنتظر أصلا؟ ما خلاص أنا الموضوع برمتي يعني. الله كرمكم الله. بارك الله فيك. سؤال أخير في هذا الموضوع حتى نقلب هذه الصفحة وهي أن نعلم أن ديننا الإسلامي دين يعتمد على الحكمة والحكمة مقرها العقل فهو دين عقلاني. ولكن حينما نعرض هذه الأمور التي تفضلتم بها على العقل ربما مع الذين يعملون العقل كثيرا يرفضون مثل هذه الأمور فكيف نناقش هؤلاء وكيف نحول هذا العقل؟ أولا على ألسنة الناس يقول لك ربنا عرفوه بالعقل. لا أنا لا غير موافق. أنا غير موافق. ربنا عرفوه بالشرع. بالشرع. مش بالعقل. لا ما جرين كان عنده عقل وطلع في سفينة الفضاء قال ما وجدت الله. عنده عقل أحسن من عقلي وعقلك. الله عرف بالشرع عرف بالهداية ولكن بالاستنباط يعني البعر يدل على البعير والخطوة يدل على المسير. هذا عندما ينحي هواه. لكن من اعتمد على عقله ضل. لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلى. فالقضية كلها مش ليس كل مسألة أعرضها على العقل. لماذا الظهر 4 ولماذا المغرب 3؟ لماذا صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية؟ هذه أمور توقيفية يجب أن أقف عندها. فالعقل لا أطلق له العنان. هذا أمر. نعم. الأمر الثاني ما الذي يضير بعض الناس أن المسيح الدجال موجود أو غير موجود؟ المهم أنه علامة من العلامات. سواء هو موجود لأنه العقل لا يتصور أنه حي طوال هذه المدة. الله عز وجل أبقى عيسى نبي الله هكذا. القضية هنا يعني رب العباد إذا وهب لا تسألن عن السبب. فقدرة الله فوق الشك والتهم.
فأنا أقول يعني ليست القضية يعني فلترفض أن المسيح على قيد الحياة، ترفض أن الدجل، لكن اقتنع أنه قادم خلاص يعني في الغاية أو في النهاية، ويعني ثبت لنا أنه قادم. نعم. فالقضية الأهم بقى ماذا أعددت أنا إذ كنت على قيد الحياة لهذا اليوم؟ كما قال أبو العلاء المعري، قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. تمام. جميل، بارك الله فيكم. يعني اسمح لنا أن نقرأ هذا الفاكس. الأخت أم هند، شكرا لك على هذا الإطراء في البرنامج، وهي تمتدحنا بما لسنا أهلا له، وتقول في نهاية الفاكس ملحوظة: نرجو يا سيادة الدكتور الإصراح في عرض العلامات الكبرى، حرصا منا على معرفة باقي سلسلة الوعد الحق من حياة البرزخ وما يليها من مراحل. العجلة مع المشاهدين عجيبة الكل خير وبركة، هذا فيه حب واشتياق لمعرفة المزيد. خير. هذه رغبة في العلم، جزاه الله خير. بارك الله فيك يا أخت أم هند، وكل الشكر للأستاذ الدكتور صلاح رزق على اتصالاتي ومواصلاتي مع البرنامج، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون عند حسن الظن بحضرتكم. ويطيب لي في البداية قبل أن نتحدث في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعرف على أوصافه، على خلقه وخلقه، كيف كان شكله، كيف كانت ملامحه، كيف كان يمشي، كيف كان يسير. جميل. إلى آخر هذه الأسئلة الكثيرة. جميل. التي بإمكان فضيلتكم أن تنحيني عنها جانبا. نعم. وتدلف في وصف النبي عليه الصلاة والسلام حتى نعيش في هذه الرقائق الجميلة. أولا بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن أحيلك أولا إلى أم معبد، أم أحيلك إلى الحسن هند بن أبي هالة، أو إلى كليهما؟ إلى كليهما، توكل على الله ونعم بالله. شو يا سيدي، الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى، أولا هذه مقدمة جميلة بلا شك، جزاك الله خيرا، أن ندلف إلى وصفه صلى الله عليه وسلم، نقترب من وصفه خلقا، ومن وصفه خلقا، أو بعض، لأننا لو أحطنا جميعا بوصفه ما عرفنا أن نصفه صلى الله عليه وسلم في أخلاق، يعني يكفي أن الله عز وجل هو الذي زكاه، فما لنا بعد تزكية الله عز وجل على خلق عظيم. فإذا كانت الزلازل تقاس بمقياس الريختر، والأطوال تقاس بمقياس السنتيمتر والمتر، والأوزان تقاس بالجرام وبالكيلوغرام، فإن الخلق يقاس بخلق رسول الله. يا سلام عليه الصلاة والسلام. يعني وإنك على خلق عظيم توضع في كفة، وتوضع أي أخلاق إنسان آخر في كفة. عليه الصلاة والسلام. يعني هو يعني هو وصل بلغ من الكمال ما لم يصله مخلوق من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليه. تماما. لم حتى أبو البشر لم تطأ هذا الثرى، لم يطأ هذه الثرى قدم خير من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان بس الأمور يعني، فهو بلغ الكمال الإنساني. شوف زكاه رب. يعني يعني دع ما ادعته النصارى في نبيهم ثم قل ما شئت فيه واحتكف. صحيح. وهو ذاهب مرة، هو أبي بكر وعبد الله بن أريقة اللي كان الدليل في الهجرة، على خيمة تسمى خيمة أم معبد، وخيمة كانت مشهورة يبدو استراحة معروفة بين مكة والمدينة. فسلموا، رحبت أم معبد، فكانوا عاتش الزاد خلص، وابتعدوا عن مكة. أسماء التي كانت ذات النطاقين التي كانت تأتي بالطعام ابتعدت عنها الشقة، ما تستطيع أن تسير هذه المئات من الكيلومترات. فقال أبو بكر وكان مقداما رضي الله عنه: أما عندك من طعام يا أمة الله؟ قالت: لا والله، إن القطيع أخذه زوجي وخرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما عندك من شاة عجفاء؟ قال: هذه شاة خلفها القطيع. فقال: أتني بها. فتعجبت، مسع على ضلعها وامتلأ لبنا، وسقى ابن أريقط، وسقى أبا بكر، ثم سقى أم معبد، ثم شرب وأبقى إناء مليء باللبن. شرب في الآخر تواضعا عليه الصلاة والسلام، ثم ترك الإناء مليئا باللبن، ثم قال الضرع: اقلص. فقلص وغادر، رحلوا. سبحان الله. جاء أبو معبد فرأى لبنا في الخيمة، فتعجب: من أين هذه؟ فاسمع أم معبد، ديانته كانت ماذا؟ كان مشرك.
بس ربنا هدى مش كانوا مشركين وقتها انا وقت كانوا مشركين وهم معبد ولكنها بعد ذلك اسلمت وهو اسلم وهاجر ومن الله يعني نحن نريد الوصف من دينهم الوصف من امراه مشركه نعم. لرجل لا تعرف من هو لا تعرف من حتى حينما مسح الضرع لا ما تعرف ما سالت ما عرفت من انت ساحر انت كان ولا تعرف من هو تماما وهذا وصفها تفضل رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبا معبد إذن هو يأخذ اللب بهذا المنظر ظاهر الوضاءة حسن الخلق يعني أول ما تراه لازم تجله لازم تحترمه مليح الوجه سبحان الله في وجهه ملاحة لا إله إلا الله يقال أن أي إنسان كان يحب أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتريه موقفين ألا يريد أن يغمض عينيه وفي نفس الوقت يريد أن يغمض عينيه مهابة لرسول الله في نفس عليه الصلاة والسلام قال عمرو بن العاص ما مليت وجهي في وجه رسول الله حياء سبحان الله عاش معه سنتين لا يستطيع أن يدقق في وجه رسول الله كيف كان أبو جهل وأبو لهب ينظران إليه هم ينظروا على أنه يتيم أغلق الله قلوبه والعياذ بالله يا سبحان الله والعياذ بالله رب العالمين مليح الوجه لم تعبه ثجلة لم يعني ما بطنه ليس كبيرا ملوش كرش ثجله ما ليس له كرش ما مش سبحان الله نعم. يعني مستوي القامه سبحان الله صلى الله عليه وسلم ولم تزر به صعله يعني راسه متوسطه مش لا صغيره ولا كبيره عشان ما تقتحموش العين سبحان الله راسه متوسطه الحال ولم تزر به صعله ما في سبحان الله العظيم يعني راسه ليست صغيره بحيث تقتحم العين أما ولا كبيره ضخمه سبحان الله نعم. قسيم وسيم شوف ده كلام كلام ام معبد قسيم يعني جسده مقسم تقسيم عجيب سبحان الله ما تقدرش تعيب على جزء منه سبحان الله تناسق انظر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ربما استراح عند ام معبد نصف ساعه او اقل لكن ما هذه المراه العربيه العجيبه كاميرا فيديو قوه ملاحظه سبحان الله قسيم وسيم في عينيه دعج يعني الـ الـ في شدة السواد وشدة البياض سواد الحدقة وبياض البياض شدة السواد والبياض مع بعض وفي أشفاره وطف يعني الرموش طويلة رموش عينيه صلى الله عليه وسلم طويلة سبحان الله مش تطويل ولا لا 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 وفي صوته صحل يعني في صوته زي إيه بحة يسيرة بس مش حادة اللي هو رخيم الصوت السلام تقول عليها مرخ يعني رخيم الصوت نعم باللغه الاعلاميه نعم 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 سبحان الله العظيم احور يا الله يعني عينه حوراء فيها في سواد نعم. طبيعي نعم سواد طبيعي الله. اكحل لما تشوفه تقول ده في عينيه كحل هو كحل مش كحل الله. كحل ربان صحيح. ربان لا. مش كحل مش كحل صناعي لا 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 سبحان الله ازج الحواجب مقوسه مش لهي خط مستقيم ولا مشدود لفوق حواجب مقوسة شكلها مريح هكذا مقوسة هكذا سبحان الله العظيم وبعدين في عنقه سطع يعني مستوي العنق في عنقه سطع سبحان الله وصفوه قال ايه كأنه إبريق فضة عنقه عليه الصلاة والسلام تنظر عليه كده كأن إبريق فضة أمامك سبحان الله يعني الصحابة يتملوا في وجهه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام سبحان الله وفي لحيته كثافة وفي لحيته كثافة عد أبو بكر فوجد فيه 17 شعرة بيضاء في نعم. في لحيته وفي شعره نعم. 17 سبحان الله شوف انظر بقى إلى وصفها العام بك إذا صمت فعليه الوقار لما يسكت يبقى عنده في وقار له سبحان الله وإذا تكلم سما وعلاه البهاء لما يتكلم يسمو يعني يتصاغر من أمامه سبحان الله الرجل شافه في مكة فارتعد قال له هون عليك ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة مش يقول له يا أخي هذه أوصاف ما تلازمت مع أحد قط لا لا أبدا سبحان الله طلق. يعني له الحق في أن يرتعد أنا طلق. الآن أرتعد والله وأنا أسمع هذه الأوقاف ما رأيناه يعني إذا تكلم سما وعلاه البهاء حلو المنطق تكلم كلام جميل سبحان الله فصل لا نزر ولا حذر لما يتكلم يحدد الكلام لا يطيله ولا فيه هزار وشيء يخرج عن حدوده ترخص في الكلام لأنه في مهمة مهاجر وهذه أيضا هجرة فيها مهمة نعم
مع انه كان يضاحك نساءه ويضحك ده مهم يعني من المهمات اللي رايح يقيم دوله. هذا درس جميل يعني حوصر في الشعب حوصر فدعا في الشعب شعب ابو طالب نعم. واوذي فدعا في دار الارقم ايوه وطرد فاقام دوله مره ثانيه حوصر في الشعب نعم. فدعا فيه نعم. دعا الله ودعا اللي حوله نعم حوصل 3 سنوات دعا للدعوه من اجل الدعوه دعا للدعوه سبحان الله وبعدين الـ 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 يعني اهين ووعودي فدعا في دار الارقم صحيح سبحان الله وطرد فاقام دوله اللهم صل وسلم على نعم. كان منطقه خرزات نظم ينحدرن من فمه لما يتكلم كان فيه درر او احجار كريمه تخرج من فمه لؤلؤ لا إله إلا الله هذا وصف مشركة عجيب 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 وهذه امرأة عاقلة لبيبة سبحان الله أبهى الناس وأجمله من بعيد لما تشوف كده تجد بهاء وجمال اللهم صل وسلم وبعدين طب لما تقترب قال وأحلاه وأحسنه من قريب تاني يا ريت لا أنت الأول تراه من بعيد من بعيد قال إيه أبهى الناس وأجمله من بعيد يعني بهاء في بهاء سبحان الله وبعدين احلاه واحسنه من قريب لما تقترب احتمال تقول الله الراجل ده شكله وسيم دي كده لما تقترب منه تلاقي تشكله لا مش كده لا رسول من بعيد في ايه في بهاء وجمال تقترب في حلاوه وحسن لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تغير الاوصاف بتغير المكان فيها دقه غريبه الشكل سبحان الله ربعه يعني طويل ولا قصير متوسط الطول زي ما قلنا سيدنا عيسى كده نعم. ربعة لا تشنأه عين من طول يعني ما تشوف واحد طويل خالص كده يعني ربما يكون نحيف او غيره ولا تقتحمه عين من قصر لا اله الا الله وصف عجيب ام محمد سبحان الله نعم سبحان الله غصن بين غصنين لكنه انظر الاغصان الثلاثة غصن بين غصنين ابو بكر الصديق وابن قريق سبحان الله ابو بكر الصديق كان مشرك نعم يهودي فهو أنظر الثلاثة نعم يقال أنظر الثلاثة منظرة لا إله إلا الله وأحسنهم قدا سبحان القد طول بالجسم له رفقاء يحفون به يعني اللي هو الاثنين دول نعم يعني من ما يتحركوا معه لا يتركوه لأن استأمن أبو بكر عبد الله بن مبارك فعبد الله بن مبارك صار كأنه حارس لرسول الله له رفقاء يحفون به إن قال استمعوا لقوله أول ما يتكلم اسكتوا ما يشاركوش الحوار سبحان الله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفود يعني تحترمه كأنه ترحب به محفود أول ما تشوفه لا أنت ترحب أهلا محفود محشود كأنه مش وحده أبو معبد جاي مش ممكن يكون ده أمة محشود حواليه حشد لا حول ولا قوة إلا بالله معهوش الاثنين هذا إحساسها إحساسها سبحان الله لا إله إلا الله محفود محشود لا عابس ولا مفند لا مكشر رغم كل رايح إيه لا إله إلا مهاجر مطرود ولكن لا يعبس لا يعرف أبدا لا يعرف المسلم إذا انتهكت حرمة من حرمات الله فقط سبحان الله ولا مفند يعني عقله سليم سوي واضح كلماته تخرج عن عقل ولكن عبس وتولى لها قصة أخرى. قصة أخرى. نعم. هذا وصف أم معبد. جاء أبو معبد مشي. أبو معبد جاء. فقال أين ما هذا اللبن؟ فوصفت الوصف ده. قال يا أم معبد هذا صاحب قريش. يا الله. كان سمع عنه. سمع. ما رأه من قبل. بالوصف. بالوصف ده قال لا ده هذا محمد. هذا صاحب قريش الذي تبحث قريش عنه. وما رآه. ما رأه. سمع فقط سمع بس فقط فلما وصف زوجته سبحان الله هذا صاحب قريش سبحان يعني معذرة لكل السادة المشاهدين فقط أمام الكاميرا نعم. وتتلو علينا أوصاف أم معبد للرسول عليه الصلاة والسلام دون ما توقف هكذا كما وصفت هكذا كما قالت أم معبد كما قالت أم معبد رأيت رجلا ظاهر الوضاء صلى الله عليه وسلم وأبخل البخلاء من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه حسن الخلق مليح الوجه لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة قسيم وسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل أحور أكحل أزج أقرن في عنقه سطع وفي لحيته كثافة إذا صمت فعليه الوقار وإذا تكلم سما وعلاه البهاء
حلو المنطق فصل لا نزرة ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم ينحدر، أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب، ربعة لا تشنأه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرة وأحسنهم قدا، له رفقاء يحفون به إن قال استمعوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند، صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام سيدي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني لا غرو في سبحان الله العظيم هذه الأوصاف الدقيقة من امرأة مشركة في مرة عابرة هكذا لم تستغرق وقتا طويلا. تعالى إلى أدق وصف معروف في التاريخ لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أدق وصف. أدق وصف. غير وصف أمة. معروف في التاريخ كل في تاريخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أدق وصف وصف به هو وصف هند ابن أبي هالة ربيبه. وصف هند ابن أبي هالة رضي الله عنه. عليه نعم. أم خديجة. ما السيدة خديجة من زوجة أبو هالة من قبل. صحيح. تمام. نعم. أنجبت هندا. نعم. هذا كان أكبر ال. نعم. نعم. فهند هذا كان ربيب رسول الله رسول يعني من متربي في بيته. نعم. كان صغيرا عندما تزوج الرسول السيدة خديجة. فالحسن بن علي يقول سألت خالي هند بن أبي هالة. يا الله. شو الخبر وإزاي؟ يا الله. جميل جميل. سبحان الله. سألت خالي عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لم يلتفت إلى وصف عليه الصلاة والسلام. كان صغيرا. من؟ الحسن. الحسن كان صغير كان عنده 5 سنوات لما كبر. ما حصل. لما كبر ما كان الصورة واضحة يعني ما كان طفل كان 5 سنوات والحسين كان 4 سنوات. يعني إذا هذا تساؤل منطقي حينما نسأل عن أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام وعن شكله. طبيعي لابد. سبحان الله. اسمع إلى هذا الوصف العجيب. تفضل. كان رسول الله صلى هذا هند يتكلم. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. الله. يعني في ناس اول ما تشوفها تحترمها. في رجل يعني سبحان الله هذا يعني المقصود بالفخامه فخامه يعني فخم يعني انسان اول ما تراه ترى فيه ان سمات الفخامه لا غلو الثياب ولا لا لا لا, لا, لا سبحان الله يعني التعتف في الملابس وكذا يعني ليس الجمال بمئزر فاعلم وان رديت برده ان الجمال محاسن ومناقب اورثنا حمده صحيح هكذا سبحان الله او مجده او مجده نعم كان رسول الله فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر. يا سلام. دائما كده تبص على وجهه صباح مساء ترى القمر. سبحان الله العظيم. أطول من المربوع وأقصر من المشذب. يعني لا بالطول ربعة بس أطول من المربوع شوي. يعني مش وسط يعني أطول شوي ولكن وأقل من المشذب اللي هو المشذب اللي هو إيه عارف النخلة لما يشيلوا الجريد بتاعها يشيلوا الجريد تبقى إيه طويل عمود كده في ناس كده طويل بتاع لاعب السلة تلاقيه جنبه كده تلاقيه طويل طويل صحيح ما فيش ود شوية بينك وبينه مش حلو يعني مش لا ده سبحان الله يعني لا لكن ما شاء الله في لاعب السلة المسلمين ما شاء الله عليهم عظيم الهامة رأسه مش كبيرة ولكن يعني أول ما تشوفه تهابه لافتة للنظر عظيم غير عادية يعني مش سبحان الله سبحان الله يعني مش ضخمة ولا صغيرة زي ما وصفت رأسه تزن أمة رجل الشعر رجل الشعر ناعم الشعر لما كان يخلع العمامة يطقطق كده الشعر ينزل اللهم صل على النبي وكان إذا فرقه يفترق يعني ما يعمل كده يروح راجع ورا شعر اللهم صل على النبي شعره واصل لغاية شحمة أذنيه طويل لما يتركه من غير حلاقة ينزل هو كان يقصه لغايه شحمه اذنيه لان كان طويل صلى الله عليه وسلم نعم. وناعم واسود كان لما يعمله حتى في هذا السن سبحان الله ما شاء الله لا اله الا الله لا اله الا الله والصلاه والسلام اذا تفرقت عقيصته فرق والا فلا يجاوز شعره شحمه اذنيه اذا هو وفر على رسلك حضر 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 حضر. اذا نحن نستمتع حضر حضر. اذا تفرقت عقيصته ايوه يعني هو شعره من العقيصة الخلف من الخلف من الخلف شعره طويل كثيف من الخلف تمام وبعدين لو حب يعمل يعني مع عزك الله ضفيره تضفر شعره طويل سبحان طويل الله. طويل يعني غزير لكن لما يسويه كده صلى الله عليه وسلم يستوي لا إله إلا الله وكأن شعره مطوع له لا إله إلا الله
بيدي هكذا يستوي. بيدي هذا بيدي سبحان الله. وكان يعني صلى الله عليه وسلم يجي يخلي عائشة تجيب الإناء الماء. كان ربما ما فيش مرآة. بعد ينظر هكذا ويفرق شعره بالمشط. يفرقه. كان يمشط شعره. يمشط شعره. ما كان يتركه هكذا. لا 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 يعني شو وبعدين يخلي عائشة تصب الطيب في هذا الفرق. الله. فما يشم الناس من إلا ريحا زكية. بعطره من غير عطر. إذا مر في شارع. سبحان الله العظيم. إذا مر في شارع وتركه لمدة. مر الناس قالوا إن الرسول لابد أنه مر ها هنا. إذا وضع يده على رأس صبي. فاحت الرائحة الزكية على رأس الصبي من الجمعة إلى الجمعة حتى ولو اغتسل كل يوم. لا إله إلا الله. وكان الجارات يجوا عند الصبي الصغير ويفرحوا ويضعوا يدهم على يد اللي وضعت في يد رسول الله حنانا وحبا يعني من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. هكذا زكاه. نعم. ربه. نعم. أزهر اللون يعني أبيض بحمرة. أبيض بحمرة. في شيء من الحمرة البسيطة. أشقر مثلا. لا مش أشقر. مش أمهق. الأمهق اللي هو الأبيض أبيض خالص ده اسمه أمهق. الأشقر أبيض شدي فيه حمر. لكن الأزهر أزهر في شيء من الحمرة. بياض في شيء من الحمرة. ما شبه الحمرة بسيطة. يعني أمح زي دلوقتي. لا 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 لا, لا. أبيض. كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض. عليه الصلاة والسلام. أبيض. أبيض. أبيض في شيء من الحمرة البسيطة. يبدو للأجزاء المتعرضة للشمس. الخدود مثلا. هنيجي هنيجي الآن. نعم. واسع الجبين. جبينه كده واسع والجبين لأن دايما يعملوا الجبين القصير ده دليل المكر. لما تشوف واحد جميل وخصيص كده بتيجي تاخد من موقف لغايه ما تشوف مدى ايمانياته. علماء الانثروبولوجي وعلماء العلماء يعني من هذه يقسموا الناس كده سبحان الله. ولامبروزو في العبقريه يقسم الناس مين اللي بيشتغل بايده اليمين واللي يعني العلماء خاضوا في هذا الكلام. لكن المهم يعني هو واسع الجبين ازج الحواجب انه مقوس. نعم نعم. سوابغ في غير قرن يعني مسبوغين كده مسلسل ما فيش شعره نافره ولا غيره ومش موصولين. ما هو ازج. الله يرضى عليك يا رب. سبحان الله. نعم. غير عابس هذا. الله يرضى عليك يا رب. نعم. فيها فرق بينهما عرق ينفر اذا غضب. بين الحجبين في عرق. اول ما يزعل اول ما يغضب زي ما عمل ساعه اسامه. لا اله الا الله. لما اسامه ما بنو مخزوم قالوا طب يا اسامه المراه سرقت ودم بن مخزوم يعني ايش فعلنا يشفع في حد من حدود الله. فتلون ونفر العرق وعن كان عنده عرق هاشمي. هو ده العرق الهاشمي. يعني عرق هاشمي يعني ماذا؟ بنو هاشم عندهم عرق لما يزعلوا يقولوا انت هاشمي. سبحان الله. سبحان الله فعلا دي العرق الهاشمي. الوراثه الوراثه كان انا خيار من خيار من خيار. لا 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 سبحان الله. يقول لك الله الولد زعلان زي ابوه ما بيزعل بالظبط نفس القضيه. فقال اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه؟ والله وانتفض هذا العرق. انتفض هذا العرق. يراه الناس. يراه الناس لغايه يراه الناس. خلاص يعرف انه غاضب. لا اله الا الله. هذه العلامه. هذه علامه اول ما يشوفه كده يبقى لا يغضب الا اذا انتهكت حرمه من حرماته. ونعم بالله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. اقنى العرنين. اقنى العرنين. انفه ده مرتفع شويه كده. الانف يعني العرنين. العرنين الانف تمام. اقنى العرنين يعني انفه مش ضخم وانما متماسك كده رحيف وايه ومستطيل للامام كده. للامام. في يعني معذرة في الكلام يقول لك الجماعة بتوع العلماء الجمال يقول لك أنف روماني في شيء من العزة كده سبحان الله. أنف يعني طبعا لا يعني رسول الله يعلو هذا طبعا. أقنى العرنين هم أخذوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. له نور يعلوه. له نور يعلوه. أنت لما تنظر على الأنف العرنين نفسه تجد في كأنه في نور. صحيح. النور نفسه في الأنف سبحان في الله. الأنف. يحسبه من لا يتأمله أشم. اللي ما يتأملوش بعيد يقول الراجل ده ايه ماله مناخيره ما انفه لفوق كده متعالي. لكن لا لما تختار منه تجده فيه وسامه وفي جمال وفي بدوء صلى الله عليه وسلم. نعم. كث اللحيه ادعج. قدرت العين كده سبحان الله العظيم. شديده البطن شديده السواد. سهل الخدين. سهل الخدين. قالوا غير مكلثم يعني مش ممتلئ مش سمين. المكلثم اللي هو وجهه مدور وخدوده ام كلثوم. لا 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 سبحان الله. كان مستطيل الوجه. لا 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 كان قريب للاستدارة. قريب للاستدارة. قريب للاستدارة. نعم. سهل الخدين. ضليع الفم. يعني فمه ده ما شاء الله واضح لما يجي يتكلم الكلام يطلع من كل فمه. في ناس يتكلم كده من جنب ولا اخنف ولا لا هو الكلام يطلع من كل فمه. سبحان الله العظيم. واضح. لا لا لا. سبحان الله. عليه الصلاة والسلام. اشنب يعني أسنانه بيضاء واضحة ومفلجة.
فلما يتكلم انت تشوف اسنانه لؤلؤ سبحان الله، نعم مفلج الاسنان، كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. جميل هذا الوصف، كأن عنقه جيد دمية، جيد رقبة. أيوة دمية، واحد رسم رسمة جميلة يعني. سبحان الله. طبعاً طبعاً. ما تعرفون على في 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 صفاء الفضة. يا الله. معتدل الخلق. نعم. يعني لا فيك محدودب ولا سبحان الله بادن، يعني أقرب إلى السمنة شوية، مش نحيف. ممتلئ. متماسك. يعني لحمه مش طري، في ناس تمشي لحمها كده، لا لحمه قوي كمشبه كمال الاجسام ما شاء الله لا قوه الا بالله سبحان الله. سواء البطن والصدر، صدر مع بطن سبحان الله، ما ترك منه سبحان الله. عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، يعني صدره ده عريض مش 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 مقوس ما بين المنكبين، صدره كده عريض كده ما شاء الله. نعم نعم سبحان الله. انور المتجرد، انور المتجرد، يعني لما ينكشف جزء منه متغطي تلاقيه منور. يا الله في نور، اللهم صل وسلم. يعني علي. يعني وجهه في حمره عشان الشمس، كفيه في حمره، رقبته كانه جيد كانه بريق فضه تمام. لكن لما يظهر شيء وهو يتوضا من ساقه، يظهر شيء من ذراعه ويتوضا، الصحابه يرون نورا. هذه صناعه خاصه. يعني سبحان الله. بلى بلى بلى. طيب عاري الثديين والبطن، صدره ما فيهوش شعر والبطن سبحان الله، مما سوى ذلك اشعر الذراعين والمنكبين، في شعر في الذراعين والمنكبين تمام. واعالي الصدر، رحب الراحه، ايده كده ايده مريحه كده، ايده صغيره ولا بتاع، ايده كده جميل سبحان الله. يقول له ما يقول لك ما مسست كفا الينا من كف رسول الله الصحابه، ولما يصفحوه يقول سبحان الله ما ألين كف، مع انه عليه الصلاه والسلام كان قويا، ولكن رغم ذلك ايده لينه، قال صفحناه كانما اخرج يده من جونه عطار. يا الله وضع ايده في زجاجه ال. هل يعني معذره، هل حتى الان هذه الصفات معنويه يستشعر بها الصحابه فقط ام هي حقيقه؟ حقيقه، ده واحد بيصورك بكاميرا لانهم كانوا يحبونه مثلا، كانوا لا 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 ولكن يقولون ان الحق لا لا يقولون ان الحق لا لا هذا وصف. نعم هذا وصف 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 عليه الصلاه والسلام. نعم رحب الراحه. نعم شثن الكفين والقدمين، شثن يعني سخين سمينه شويه، سمينه مش ريده مسحوبه وايده نحيفه يده لا، وانما ما شاء الله ممتلئه ما شاء الله لا قوه الا بالله هكذا صلى الله عليه وسلم. هذه صفات جمال عند العرب، كانت من صفات الجمال والوسامه، افضل من يفهمه في الجمال صحيح. طبعا، ولهذا سالت فضيلتكم هذا السؤال. نعم نعم هذه كانت صفات جمال عندهم. نعم اذا زال قلعا، لما يمشي كانه بيتقلع، يعني كانك انت واقف في ارض كده يعني سبحان في الله. قوه يشيل رجله كده سبحان الله سبحان الله، مش 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 جر مش هكذا، لا 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 سبحان الله. قلعا يخطو تكفيا، يعني الصحابه يقول لك لما كان يمشي كانما تطوى له الارض طيا، اذا كان يجهد الصحابه في المشي يرهقهم سبحان الله، فيسيروا امامي وعشان ما يكسفهم وخلوا ظهري لملائكه ربي، لانه كان لما يسير يقول لك كانما يسير في منحدر كان ينزل، وكان الأرض كانت تطوى من تحت قدميه، منزل جسر كده، أي مكان كان يسير فيه أي مكان يمشي فيه، ولذلك بحيرة عرفه كده سبحان الله. بحيرة الراهب، بحيرة ما قال له إيه؟ قال له مين اللي هناك ده؟ قال له ابني، قال له لا أبو طالب، قال له ولد، قال له لا لا مش ولدك، قال له كده، قال له الشمس في الدنيا كلها وعليه ظل، لا إله السحابة تظلله في أي وقت، في أي وقت يسير فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. إذا التفت جميعا، لا يلتفت برقبته فقط، لا 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 كبر دي سبحان الله، لا 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 يستدر كله، التفت كله، لا اله الا الله، اذا التفت كله يلتفت صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. نعم خافض الطرف، دايما عنده حياء، انت تعرف الرجل الحي والمراه الحيه من خفض الطرف، ده في ناس تحرجك صحيح، والله في ناس عندها هكذا علمنا الحياء، لا اله الا الله، خافض الطرف، خافض الطرف، ولما تساله ست واحده ست في امر يحمر وجهه كالبنت في خدرها، سبحان الله يا رب، كالبنت في خدرها صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء تواضعا،
كثيرا يطيل النهر دايما العقل. دايما متواضع كده، دايما متواضع كده. اصل في ناس والعياذ بالله انت تعرف الكلمه الناس لو كل ما قاعد مع ناس عن كده يا ابني خف شويه سبحان الله لا اله الا الله فغض الطرف يعني سبحان الله نعم. جل نظره الملاحظه، اذا نظر يبقى له ملاحظه معينه يذكرها فقط ماشي. اذا كان لا ينظر هكذا لا 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 مش ينظر اعتبارا ولا تجسسا ولا ولا سبحان الله العظيم لا اله الا الله الصلاه والسلام. يبدا من لقيه بالسلام، هو يبدا اولا فالحسن بن علي لما عجب وصف خاله هند بن ابي هريره قال له طب صف لي منطقه، طب انت وصفت شكله منطقه طيب كلام كلام ها. قال كان متواصل الاحزان، متواصل الاحزان يعني لما يقعد مع اصحابه يبتسم، لكن لما لوحده تلاقي عليك واحد عارف قصه ياجوج وماجوج وعارف مسيح الدجال وشاف النار ده لما اجتمعوا الانبياء به في السماء السادسه ها، لما اجتمعوا ابراهيم وموسى وعيسى جبريل قال له سلم يا محمد، فصافح واحد قال له من هذا؟ قال له هذا مالك خازن النار ما سلم على احد قط. ومالك مد يده للرسول يسلم سلم صفح سبحان الله، عشان الرسول لما يجي يوم القيامه الثابت الوحيد في الاخره هو سيدنا محمد، رآه قبله رآه وراء النار يا الله. اللهم صل وسلم وسوف ناتي هذا الكلام تفصيلا. اللهم صل وسلم عليه. نعم والله يا اخي ما وفيناه حقا ابدا ابدا. دائما الفكره دائما فكر سبحان الله مش عطل عقله ليست له راحه يعني ما يسترحش نشاط حركه دائم دائم الدعوه نعم. لا يتكلم في غير حاجه، لما يتكلم يبقى فيه هدف شيء مهم. طويل السكوت لما حد يتكلم هو ساكت ادبا، يفتتح الكلام ويختتمه باشداقه مش من طرف فمه كله سبحان الله نعم. يتكلم بجوامع الكلم، ربنا جمع له سبحان جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فصل لا فضول ولا تقصير، يعني لما يتكلم يحقق الهدف عنده قول فصل دنث مؤدب يعني مهذب، ليس بالجافي ولا المهين، لا ياخذ منك جنب ولا تستشعر منه جفاء ولا يهين من امامه لا اله الا الله عليه الصلاه والسلام. يعظم النعمه وان دقت، لو تعطيه شيء بسيط يعظمه جزاك الله خيرا بورك فيه وادعو له، لا يذم منها شيئا سبحان الله، ما يذمش من النعمه شيء ابدا، يقول ايه الطبيخ هذا ايه الاكل هذا ايه اللبس ابدا لا اله الا الله، جابوا له شسع نعل رباط حذاء فكانوا يصلوا في احذيتهم نعم، وبعد ما خلص الصلاه نزعوا هاتوا لي القديم شغلني في الصلاه لا اله الا الله الجديد هذا انا مش عايز لا اله الا الله نعم. لا تغضبه الدنيا وما كان منها، لا تسوي شيء الدنيا نعم، فاذا تعرض للحق لم يعرفه احد أبدا. الحق بلا سبحان الله أتشفع في حد لا لا لا, 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 لا لو أن فاطمة ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، يعني ما يقدر حد يغضب قدامه سبحان الله. وقال له أخبرني عن سيرته مع جلساء، يا سلام جد عزيز عن جد نعم. كان دائم البشر لما يقعد معهم، شوف كان متواصل الأحزان بس مع نفسه نعم. لما يجلس مع أصحابه دائم البشر الله سبحان الله له حضور في المجلس الله أكبر لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام. سهل الخلق بسيط نعم، لين الجانب يعني في تواضع، أتدرون من أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحسنكم أخلاق الموطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون متواضع سبحان الله. فبما رحمة من الله لنت لهم، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا غياب ولا مداح لا اله الا الله، يعني هذه الصفات مره ثانيه، ليس بفظ ليس شديد الكلام قاسي اللهجه، ليس عنده ما عندوش فظاظه عنده الدين سبحان الله نعم. ولا غليظ يعني يخرج الكلمات المؤذيه ولا ثقيل الظل نعم سبحان الله، ولا صخاب يعني ليس مرتفع الصوت، ولا فحاش لا يقول الفاحشه من القول نعم، ولا غياب لا يغتاب احدا، ولا مداح لا يمتدح الا اهل المدح اهل من يستحق المدح نعم. نكمل ولا تريد ان تقول شيء؟ معك نعم معي. طيب انت منصت يعني نعم ما شاء الله
يتغافل عما لا يشتهي. شيء مش عايزه يتغافل عنه. شو اللي يتمنى كذا وكذا؟ لا سبحان الله. ولا يؤيس منه ولا يخيب فيه. من يأس الناس من شيء ولا يخيب ظنه. نعم. سبحان الله. قد ترك نفسه من ثلاث: المراء، الجدل يعني. نعم. والإكثار من أي شيء، يعني ما يكثر من شيء. يرضى بك سبحان الله. وما لا يعني. الله جميل هذه. شوف شوف. قرب. وما لا يعني. خلاص سبحان الله. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعير. تماما. قالوا سرق هذا يا رسول الله. قالوا لا تقولوا سرق، قولوا أخذ. يا سلام. قالوا هذا مجنون. قال لا تقولوا مجنون، قولوا مصاب. المجنون من حجب عن رحمة الله. هذا أدبه. نعم. هذا أدبه سبحان الله. ولا يطلب عورته. في ناس، الناس معيشتها الآن، حياتها كلها تطلب عورات الناس، يعني يتتبع أخبار الناس. أدب الله رب العالمين. ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. لما يجي يتكلم يشوف الكلام اللي يجيب ثواب يقوله، ما في ثواب ما يقوله. نعم. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. إنصات تام. فإذا سكت تكلموا، لا أحد يقاطعه في كلام، لا تنازعون عنده، مش حد يرفع صوته على الثاني. يضحك مما يضحكون منه، هو يضحك يشاركهم. لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام. ويتعجب مما يتعجبون منه. ويتعجبون معهم منهم، يشاركهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم. هذه مهمة. نعم. وقرأت ابن عباس من أنفسكم، يعني أفضلكم. آه طبعا. ويصبر للغريب على الجفوة، يعني ما يكون في غريب يؤمنه حتى يشعر أنه قريب منه. لا إله إلا الله. يقول إذا رأيت لصحابتي، يعني إذا رأيتم طالب حاجة فأرفدوه، اكرموه، يعني أعطوه، اكرموه. نعم. ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ. من مثله. أقبلش الثناء. سبحان الله. ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بانتهاء أو بقيام. واحد يتكلم يفضل ساكت، يفضل ساكت لغاية ما الودم يخلص، يتوكل على يمشي. وأنت فضيلتكم تقرأ الآن، أنا يعني أبحث في ذاكرتي ماذا أعطينا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شيء، نحن لا نعرف عنه شيء، نحن ندعي محبته. ماذا نقول له إذا يعني رأيناه في أرض المحشر؟ لا إله إلا الله. ما نصرنا يشفع سنته. لنا حتى ما نصرنا سنته. لسه الناس اللي بيتردد في الحجاب، واللي بيتردد في الصلاة، واللي بيتردد في يقول لك الربا مش ربا. مسألة السلامة. أنا أتصور أننا ما علمنا منه شيء سوى الاسم فقط. الله. كل هذه الأوصاف. نعم. وهذه الأخلاق. نعم. والخلق. سبحان الله العظيم. يعني بس الحسن يسأل خاله أيضا: وسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال: كان يخزن لسانه إلا بما يعنيهم ويؤلفهم ولا ينفرهم. يعني لسانه ده مخزون عن قول أي شيء إلا الكلام اللي إيه يؤلف القلوب. نعم. الكلام المؤلف للقلوب ده سبحان الله العظيم. نعم. غير هذا ما يقول. ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. يا أخي يحترم العائلات، يحترم أصحاب الأماكن. نعم. المكان الاجتماعية. نعم. ما ينزل الناس من قدرهم. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. سبحان الله. نعم. وجد واحد من عدية القوم من قريش أسير ومربوط في سلام من سوار المسجد، وبعدين تركوه. فلما خرج دقيق كده إن قال: هل أطعمتم أخي؟ لا إله إلا الله. فأسلم الرجل. لا إله إلا الله. هو سمح أخي. لا إله دخل. إلا الله. أخوه. نعم. 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 ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشرة ولا خلقة. يعني يحترس من الناس بس ما يخونهمش. يعني لا يتهم الناس إلا بقرينة، بس عنده احتراس. نعم. ربما ينقل كذا سبحان الله. نعم. يتفقد أصحابه، يعني في المعركة يقول: من قتل فلان فلان فلان؟ أنا أقول: لكني أفتقد أخي جليبيب. خادم. يا الله. أفتقد أخي جليبيب. يا الله. سبحان الله. نعم. سبحان الله.
ويسأل الناس عما في الناس. الناس أخبارها يجي له وفود، أخبار الناس إيه؟ أخبار القبيلة إيه؟ المطر ينزل، الناس مبسوطة، الإيمان يعايشهم، يعايشهم لأنه مسؤول عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. ويحسن الحسن ويقويه، يعني الشيء الحسن يقبل بجواره ويقويه سبحان الله. نعم. ومعتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا، ما يغفلش عن ذكر الله أحسن اللي حواليه، هو قدوة. لا إله إلا الله. فأنا شوف الإمام بتاعي غافل أغفل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سبحان الله. نعم. لا يقصر عن الحق ولا يجوزه، لا يقصر عن حق ولا يتعداه. نعم. سبحان الله. الذين يلونه من الناس خيارهم، مش أغنياؤهم، خيارهم. يلونه يعني خلفه معه، أقرب الناس له. نعم. خيارهم. خياره. هذا هو معياره. يطلع بقى بلال، يطلع ابن أم مكتوم، سبحان الله. جعل يطلع جليبيب. جعل أمير على المدينة من؟ عبد الله ابن أم مكتوم. أمير على المدينة. الذي اعتبه فيه ربنا. صح. نعم. نعم. أفضلهم عنده أعمهم نصيحة. أفضل واحد عنده مين؟ اللي ينصح الناس. سبحان الله. يعني عمر أفضل الناس عنده. أنا دائما نصح. نعم. تمام. نعم. وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. حب عثمان. نعم. مواساة ورتب الجيش وجهز الجيش. طيب. فسألته عن مجلسه. طب يقعد مع الناس ازاي؟ لا إله إلا الله. كان شغوفا بمعرفة دقائق حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر. لا إله إلا الله. من بداية المجلس إلى نهايته. ذكر. سبحان الله. ولا يوطن الأماكن، يعني ملوش ولا مكان. ولا يوطن الأماكن. يوطن الأماكن يعني ما يجيش في مكان يقول لا 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 اسكت ما تقعدش، ده مكان الرسول. لا أبدا أبدا. ولا صدر الجلسة، ولا يجلس حيث انتهى به المجلس أيا كان. حتى العلماء الفقهاء قالوا لا، يكره التوطين في المساجد، يقول لا ما تقعدش هنا، ده مكان الحج فلان. حج فلان من يوم ده بيت الله، مكان الامام مثلا. لا لا معلش، ده يصلي بقى صار مكان الامام. لا بجوار المنبر قبل الصلاه. لا لا مفيش 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 ما عندوش الاسبقيه بالحجز، بمن يذهب اولا. وينهى عن ايطانها، يعني مكان يصد يتصدر صلى الله عليه وسلم صدر الجلسه حتى وان الاعراب يدخل على المجلس جاي من اخر الدنيا. ايكم ابن عبد المطلب؟ مين فيكم محمد؟ لا اله الا الله. اصل لو داخل لقيت واحد جالس في المقدمه والناس كلها بتبص له، معروف هو ده. طيب أيكم ابن أبي طالب؟ يشاوروا. سبحان الله. فتواضعه يبهر الأعرابي على طول. نعم. ينهي منه جفوة الأعراب. أيكم ابن عبد المطلب؟ أيكم ما كان يعلمه. سبحان الله. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يعطي، خلي بالك من دي بقى والمشاهدين، يعطي كل جلسائه نصيبة، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. يا الله، يعني يوزع اهتمامه واحد 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 لدرجة أنا أقول إيه، ما بيهتم بحد غير بي. وتاني يقول ما اهتم الرسول إلا بي. لا إله إلا الله. لما يصفح حد ما يسحبش يده إلا إذا الآخر ولا يسحب أبدا أبدا. الجارية تمسكه من كمه، ما لا يلمس يد امرأة، يعني تمسكه من كمه تجره ينجر معه لغاية ما ترجع وراء الصفوف وتسأله وينصت ويطرق. لا إله إلا الله. ويطرق رأسه. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. من جالسه في حاجة أو قاومه، يعني يقومه المكان. نعم. يقيمه يعني. نعم. صابره حتى يكون هو المنصرف. الثاني. لو صار مع صحابي وفرقتهما شجرة، يلتقي بعد الشجرة يقول صاحبه السلام عليكم ورحمة الله. فرقته شجرة. شجرة فرقته من شجرة. ده راح الصحابي راح من هنا وسيدنا الرسول راح من هنا. وإحنا كتر السلام يقل المعرفة. ربنا يهدي. لا إله إلا. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. يعني يعطيه يقول إن شاء الله ربنا يسهل الأمور. يعني لا يوجد امشي انصرف. لا 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 لا. لا, لا. خذوه. لا. قد وسع الناس منه بسطه وخلقه، يعني وسع الناس كلهم بهذا. سبحان الله. تبسطه وأخلاقه. وأخلاقه فصار لهم أبا. اللهم صل وسلم. نتيجة طبيعية. نعم. وصاروا عنده في الحق سواء كلهم.
لا صحابي لا فضل على فلان لأنه صديق كذا كذا. مجلسه مجلس حكم وحياء وصبر وأمانة، هذا مجلسه. لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، يعني ما حد يخوض في حرمات حد عنده أبدا. قول فلان فلان، أنت عارف مجالس بعض المسؤولين بتاع فلان غار وفلان غار والصحافة غارت والتلفزيون بيتعرف أخبار المؤسسة للأسف الشديد. متعادلين الصحابة عنده، يعني متعادلين حالتهم يتفاضلون فيه بالتقوى ونعم المعيار. متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. يا سلام، تريد المزيد؟ والله نريد إذا كان هنالك، حتى ننهي هذه الحلقة في وصفه صلى الله عليه وسلم. ولكن سؤال الذريعة الإعلامية خلفي، هكذا تدور أوصافه صلى الله عليه وسلم؟ سأل الحسن عن شيء آخر؟ لا، هكذا هذا يكفي. يعني هو بس في قضية قال إيه، بقيت وصفه عشان يبقى وصفه كل الحسن. عن يسأل خاله هند بن أبي هالة، قال يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار بكفه كلها، كأنما كلها ليس بإصبع واحد، هكذا خزن سبابته للتشهد في الصلاة. يا الله، عليه الصلاة والسلام، خزن سبابته للتشهد في الصلاة، ما يشير أبدا هكذا، سبحان الله، ولا هكذا. وإذا تعجب قلبها، لما يتعجب من أمر بصورة بسيطة يتعجب من خبر يقلبها بسيط سهل. لا إله إلا الله. إذا تحدث يضرب براحته اليمنى بطن سبابته اليسرى. لما يتكلم يعمل كذا، واحد اثنين براحته اليمنى يضرب بسبابته اليسرى. اليسرى هكذا. هكذا. صلى الله عليه وسلم. فيجذب استماع المستمع وانتباه المتابع. يبدو أن هذا كان جديدا على المجتمع المكي، تلك الحركات ما كان يعلمها. الصحابة كانوا شواح، بتاع العرب كانوا والعياذ بالله، ويرفع عقيرته ويؤذي ويشتم، سبحان الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك هي محل نظر ووصف، يعني جذبت انتباههم جميعا. بلا شك. سبحان الله. عليه الصلاة والسلام. تاهت كل الأسئلة. طيب، يعني تريد أن تعرف شيئا آخر عن صلى الله عليه وسلم، أما أن الوقت قد انتهى؟ عليه الصلاة والسلام انتهى الوقت، خلاص الوقت بوصفه صلى الله عليه وسلم. طيب، على فكرة دي يعني مقدمة بسيطة، أو يعني عشان إحنا نتخيل في حلقة الغد إن شاء الله نكون من أهل الدنيا. إن شاء الله رب العالمين. من هذا الذي سوف يفارقنا بوفاته؟ هذا مجال حديثنا، نسأل الله التثبيت غدا إن شاء الله في الكلام عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتركه هذه الدنيا، ومفضل يعني أنه فضل بل إلى الرفيق الأعلى، بل إلى الرفيق الأعلى. مشاهدينا الكرام، نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى مع وفاة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا